تتواصل أعمال المنتدى العالمي للأقليات التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة سودانية، حيث تطرح قضايا شباب الأقليات ودورهم في برامج أهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية تمكين الشباب في القضايا التي تؤرق مضاجع المجتمع الدولي مثل قضايا حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المتردية في العالم والتغيير المناخي وغيرها من القضايا الدولية. هو في الفترة السابقة الذي يقلق الحكومة السودانية هو تسييس موضوع حقوق الإنسان من قبل الدول التي لديها مشاكل مع السودان، ومحاولة إدخال قضية حقوق الإنسان في الأجندة السياسية، ومحاولة إبراز السودان بأنه دولة غير مستقرة منتهكة لحقوق الإنسان، وبالتالي محاولة عزله من كل المؤتمرات، أن يكون رئيسا لهذه المؤتمرات أو مشاركا في المنتديات العالمية. هذه المشاركة من قبل السودان واعتماده من قبل المجموعة الأفريقية والمجموعة العالمية أتاحت الفرصة لإبراز أولا الكوادر السودانية المقتدرة التي تستطيع أن تقود مثل هذه المؤتمرات الهامة وتديرها بقوة وبقدرة فائقة. النقطة الثانية هي تتيح الفرصة للسودان أيضا لعرض حقيقة ما يجري فيه من خلال هذه المؤتمرات والمشاركة أيضا في صياغة التوصيات، خاصة أن الدول الكبرى تستخدم هذه التوصيات كمدخل للقرارات التي تصبح في نهاية المطاف عبارة عن معاهدات دولية ملزمة بالنسبة للدول. النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها كانت على رأس أجندة الجلسة الختامية، كما حثت توصيات المنتدى صانعي القرار عن ضمان مشاركة الأقليات بشكل فعال في جميع مجالات الحياة. وجاء في التوصيات أيضا المطالبة بتمكين وضع شباب الأقليات المشاركة في بناء الديمقراطيات خاصة في الشرق الأوسط، كما تسعى الأمم المتحدة لبناء منصة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بشأن الأقليات في العالم. أهمية هذا رئاسة السودان للمؤتمر، وهو مؤتمر يعنى بحقوق الإنسان، تتمثل في الآتي. أولاً، أنا أعتقد أن هذا تتويج لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بخصوص السودان الذي كان إيجابياً في كثير جداً من جوانبه، حيث أن المؤتمر مؤتمر حقوق الإنسان عقد قبل شهرين تقريباً أو ليس أكثر من شهرين، ثم يأتي بعد شهرين اختيار السودان ليرأس مؤتمر يعنى بحقوق الإنسان. هذا فيه اعتراف بأن ملف حقوق الإنسان في السودان طرأ عليه تحسن يمكن أن يؤدي للسودان أن يرأس مؤتمر عالمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. طالب بدوره المجتمع الدولي بالاهتمام بحقوق الأقليات التي وردت في الديانات السماوية وفي مواثيق الأمم المتحدة، مؤكدا أن السودان بفضل التعايش الاجتماعي لا يعاني من تباين في المجتمع بشأن الأقليات. لا بد لنا من ضرورة التعلم والتمدرس والتخطيط والتنظيم والبرمجة والبحث العلمي والتقني المتاح بوسائل المتقدمة والحديثة. أوصي لا بد للمنظمة الأممية أن تعطي قدرا كافيا من الدعم لهذه الأقليات المنتشرة لمستوى العالم حتى تستطيع أن تطلع بالدور الأساسي والريادي في إطار منهج التعليم والتعلم، لتنتشر بذلك المنهجية الكاملة في الدور التكاملي والنهج الفكري المتطور. المنتدى العالمي للأقليات أكد في ختام جولته على دور الشباب القيادي والريادي في المرحلة القادمة. طه يوسف حسن، تلفزيون السودان، الأمم المتحدة، جنيف.